مدينة في أصيلة، الحرفيين نسيج دراز الاسم ديالو التقليدي مازال، ولكن قليلة بزاف وكتنقرض عملها، يعني كتنقص واحد السرعة كبيرة، المهتمين بها قلال بزاف. أسباب كثيرة بزاف، من المواد الأولية كتنقص، من الجيل العصري ما كيبغيش خدمة، من ما بقاش عنده واحد الدخل كبير بحال اللي كانت قديم. كان قديم الدراز راه شي حاجة كبيرة في البلاد، كلشي كيتسكسى من هاد الحرفة. دابا كاين لي ماشين اوتوماتيك، كاين حاجات متطورة كثيرة اللي كتخلي الدخل ديالي ينقص، وحتى اللي غادي يخدمها طبعا كيقلب للبادي. اصلا ما كاينش من غيري، كاين خويا لهي ان شاء الله تا هو نقدروا نديروا له شي ماشين بحال هكا، كنخدموا حنا في الدار نورمال يعني كعائله مع بعضيتنا. شي دراز اخر في اصلا ما كاينش او ما بقاش، ماشي ما كاينش. تعلمت على الاب ديالي، باقي ماشي متقن ديال 100% طبعا، لكن الاب ديالي هو ممتهل لهاد المهنه نيت. كنعاون بها باش كنقدروا نبتكروا شويه، قرينا شويه السيريز موديليزم كوبي كلشي باش نقدروا نواكبوا العصر. كما كتشوف لي موديل دابا ماشي قدام كيف كانوا، داكشي كاين تجديد حتى في الالوان، كنقدروا ننسقوا بالالوان، فهادشي كيطلب شويه القرايه والتبحات. كنخدموه كنوليو نبيعوه وكنبتكروا حاجه جداد باش نقدروا حتى حنا نطوروا المدخول ديالنا. طبعا ما كاينش دخل قار. اقول شحال الدخل السنوي مع الدراز، نشرح لك واحد القضيه. الدراز كيمشي على حسب الفصول والمواسم، مثلا الحاجه ديال الشتاء كيخدمها في الصيف، الحاجه ديال الصيف كيخدمها في الشتاء باش يقدر يواكب، يبيع هكا شويه هكا شويه، لكن ما كيعادل يلا نقدر نقول لك يعادل السميك. يعني الا عادل السميك ماشي ديال موظف طبعا، لا اقصد السميك ديال عامل عادي في شي حاجه عاديه طبعا، غير شنو هو اللي كندخلوه في الصيف كنقدروا ناكلوه العام كامل. ما كاينش ديك الاقبال ديال الصيف اللي كتعرف تقول راه الصيف راه تغطي لك على العام، لا راه حنا كنخدموا للصيف وكنخدموا للشتا باش نبيعوا في الشتا، يعني كنبيعوا داكشي ديال الصوف في الشتا. كنخدموا شي لي كوموند باش نعطيك واحد باش نوصل لك الفكره. حنا عائله كلنا كنخدموا غادي نتعادل، عائله كلنا حنا كنصنعوا وحنا كنخيطوا وحنا كنبيعوا غادي نتعادل. يعني المفروض ان واحد يكون عنده الدخل ديال يكفيه هو ويكفي الاسره ديالو، لكن حنا عائله مع بعضنا. هكا المغاربه كيقلوا على لي سوفونير، الحاجات اللي يقدر يديها كادو الام ديالو للزوجه كذا كذا. من الاقبال شويه الناس كيكونوا مهتمين بهاد القطاع، ولا الناس عاشوا في برا وعارفين الاهميه ديال هادشي. غالبا كيكونوا يا اما مغاربه اللي على برا، يا اما اجانب اللي عارفين الجوده ديالها والكاليتي ديالها، وفي نفس الوقت عارفين الطبيعه ديال انها طبيعيه ماشي شي حاجه داخل فيها فيه. ما كاينش مسؤول معين نقدر نوجه له رساله، حيت هادشي متداخل في نفس الوقت متفرق. الا هضرنا على غرفه الصناعه التقليديه، فكيف يعقل ان فيها الدراز والنجار وكذلك فيها شي فور تاكسي؟ لا علاقه. واللي كيمشيها مثلا شي فور تاكسي ما جاتش، ما الرساله الوحيده اللي نوجهها هو مالك الله ينصر، هو اللي خصو يلتفت شويه لهاد القطاع. حسن الثاني الله يرحمه عفى الصناعه التقليديه من الضرائب، فسيدنا هذا خصو يشوف شي حل، هو اللي في يدو القرار، اما مسؤولين فردي.